طلبة أعزاء في قسم علوم الحياة جامعة بغداد، من خلال هذا التسجيل راح نشرح لكم قائمة الحضور كيف يتم عملية ملئها بشكل صحيح وبدون أخطاء. تعرفون قسم علوم الحياة تعداد الطلبة بهواية، لذلك اضطرينا أن نخلي مجموعة من الأسئلة لضمان عدم حدوث إرباكات في الحصول على التقارير وإجابة للجهات العليا بسرعة. أول شيء أكيد تعرفون أنه قائمة الحضور ساعة 8:30 تكون متاحة في يوم الامتحاني للمادة اللي تمتحنوها، وتسعة وربع هو الوقت اللي تنغلق به، فالمفروض قبل هذا التوقيت تملي الاستمارة. وأول شيء تكتبون الإيميل اللي متفق عليه مع اللجنة الامتحانية، راح أسوي مثال أملي معلومات فقط حتى نعطيكم مثال كيف نملي الاستمارة. بعد أن كتبت الإيميل وكتبت اسمي الثلاثي، الدراسة هنا سؤال يا الدراسة صباحي أو مسائي، مثلا أنا طالب صباحي. المادة مثلا أنه أنا في يوم الأربعاء 29/7 فحيكون عندي خيارين، يا أما كيمياء يا أما دراسات، ذاكرت مرحلة ثانية أو مرحلة رابعة، فأختار الخيار اللي يمثل المرحلة اللي أنا بيها. إذا كنت محمل أختار نعم محمل فيها المادة، محمل في هذه المادة سؤال أنا. فإذا كنت غير محمل أقول كلا. أمتحن مع طلبة، إذا أنا كنت طالب رابع محمل لا أمتحن مع الثاني أكتب ثاني، أما إذا أنا أصلا طالب مرحلة ثانية وأكتب أكيد أمتحن مع طالبة المرحلة الثانية. وحاليا من طالبة المرحلة أنا حاط رقم، فإذا كان هذا الرقم 2 وهي المرحلة الثانية فهذا يعني أن الطالب غير محمل. أما إذا كان أكو اختلاف فمعناه مثلا ممكن أكون أني طالب صف رابع ومحمل، فدام تحن مع المرحلة الثانية وأني طالب صف رابع، فهذه تفيدنا في معرفة الطالب إذا كان محمل هو محمل في أي مرحلة. وبعد أن أنهي طبعا أنا ردت أنطي مثال، يعني أقول كلا هنا مرحلة ثانية وهنا 2، راح أسوي صدمت وتشوف لقد أكملت تسجيل حضورك بنجاح. منشوف هاي معناه تمت عملية التسجيل الحضور، وبإمكان أن أبدي بمتابعة الأسئلة الامتحانية والإجابة عليها. مو ضرورة تكون بها سؤالين، ممكن يجي سؤال واحد عندنا يوم الثلاثاء، راح يكون لطلبة المرحلة الأولى فقط أختار فقط خيار واحد كيمياء عضوية، ولكن أنا مسائي أختار مسائي، وهكذا أختار الخيارات. طبعا مرحلة أولى أختار، وإذا أنا كنت ما محمل أيضا أختار واحد، إذا كنت محمل راح أختار واحد من ذي الخيارات. أتمنى هذا الشرح كان وافي وما يسوي إرباك، قلل الإرباكات اللي تصل عندكم بالامتحانات النهائية. تحياتي الجميع وأتمنى التوفيق للجميع.